سالي سليمان، أنا باحثة في التراث المصري ومرشدة سياحية، والنهاردة اتكرمت كمحارب ضد الفساد في اليوم العالمي لمكافحة الفساد. ده على اللي أنا بعمله في التوعية عن تراث مصر والرصد بتاع الفساد اللي موجود والقضايا اللي اترفعت، وإن احنا نتمنى أن القضاء ينصفنا فيها مشاركة مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. والأهم من ده كمان مش بس القضايا، إنما فكرة طرح الموضوع ده كموضوع يهم أي مصري موجود، لأن دي ذاكرة وطن. مش مهم مين اللي موجود في الحكم، دي حاجة لكل مصري ما يفتكرش إن دي قضية نخبوية. ده محو لتاريخ مصر، وده دايما أي غازي لما بيغزو بلد بيعملها، إنه بيمسح تاريخه. وده مثلا لو في التاريخ القريب، فإحنا شايفين العراق حصل فيها إيه. فإحنا الحقيقة بنعمل ده من غير ما يكون في غزو على مصر. إحنا الحقيقة يعني في مرحلة تكاد تكون مقاربة. هم دايما يقولونا مش عارفة ما نبقاش زي سوريا والعراق. لا، إحنا قريبين قوي، على إما كناش أسوأ، لأن للأسف ده بيتعمل بإيدين ناس مصريين. الجائزة دي اتخذت بالتحديد علشان القضايا اللي اترفعت، وإنه أنا فتحت موضوع ما كانش في حد بيتكلم فيه من قبل الثورة، وبعد الثورة طبعا بقوة أكتر، لأنه وإن فرضت الموضوع ده على الإعلام، ورفعت قضايا ضد من يعني أعتقد إن هم القضايا اللي اترفعت بخصوص هي كلها ضد الدولة الحقيقة، لأن الأول واحد بيعتدي على الأثار الدولة. فإحنا عندنا أرض الفسطاط اللي معتدي عليها محافظة القاهرة، ودي أرض بكر، وده جزء لسه ما تحفرش خالص وما تعملش فيه أي حاجة، فحولوه لمقلب قمامة. وبعد كده كانوا عايزين يستغلوه، تضربت بقى الأقوال، هم عايزين يعملوا فيه، ما تفرقش معايا قوي. أنا يفرق معايا أن المكان ده لازم يتعمل متحف مفتوح، لأن دي الحتة اللي باقية من الفسطاط، ولازم تبقى موجودة بشكل يليق بتاريخ المكان ده. القضايا التانية مرفوعة لإنفاذ القانون اللي ما بتنفذش، يعني في عندنا قانون وما تنفذش، فإدراج قصر فؤاد باشا سراج الدين كأثر مصري لأهمية الراجل وأهمية البيت، وإن المكان ده شهد أحداث سياسية لعبت دور محوري في تاريخ مصر الحديث. القضية الثالثة دي كانت بخصوص قصر برنس عيد حليم في قلب القاهرة، في حي الإسماعيلية، في وسط البلد، شارع شامبليون. القصر ده يعني هو متباع بملاليم وعليه تعديات، وده واحد من أندر القصور الموجودة عندنا، بيرجع لأواخر القرن 19 أو القرن 20. العالم كله الأماكن دي بتبقى موجودة عنده وبيعرف يستغلها سياحيا. وأنا عايز أقول إن الأثار بتاعت مصر هي البترول اللي موجود في دول تانية، فإحنا مش معقول كم إهدار الثروات اللي موجودة في مصر، وبعدين نرجع نقول مصر بلد فقيرة ومديونة، وإحنا قاعدين يا إما بنبيعها يا إما بنهدها يا إما بنتجر بيها. اللي يتحمل مسؤولية الإهمال أولاً القيادات والوزارات المتتبعة ومن حكموا مصر في الفترة اللي فاتت. أوكي، أنا بتكلم على حاجة استمرت كتير. طول الوقت مصر بتتسرق، يعني طول الوقت بيحصل هدم وبيحصل سرقة وتعديات، لكن الفجاجة اللي حصل بيها الانتهاكات الأثرية أقدر أقول من 40 سنة وزادت في وقت مبارك وما بعد مبارك، للأسف بعد الثورة كمان. ومحدش اتحاسب، وأنا شايفة أن ده مؤشر خطير جدا. وفي ناس كتير للأسف في الإعلام كمان بيشوفوا أن دي قضية نخبوية، لكن دي ذاكرة وطن، دي لازم، ده أمن مصر القومي. أنت اللي بيكتب لك تاريخك أجانب، ما ينفعش الحاجات اللي بتتسرق وبتطلع لبرة دي، في جزء منها بيروح لمجموعات خاصة عند ناس أغنياء، وجزء بيعملوا بيه معارض وبيعملوا لنفسهم تاريخ وبياخدوا خيرك انت يتدخل لهم، هو دخل قومي. احنا عندنا بطالة ملهاش عدد ولا نهاية. والأسوأ من كده اللي انا شايفها اخطر، ان الحاجات دي بتدخل بتعمل عليها دراسات وبتكتب بيها تاريخك انت. اوكي، واحنا عندنا علماء وعندنا كفاءات
وما فيش حاجة ناقصانا، اللي ناقصنا لا الحلول موجودة، وإحنا مش نخترع العجلة. أوكي، ومش هضرب أمثلة بدول في أوروبا، ده أنا هضرب أمثلة بدول عربية. شوف الأردن بتعمل إيه، شوف السعودية بتعمل إيه، المغرب بتعمل إيه، شوف أنت عندك كم موقع موجود على قائمة التراث العالمي، وشوف المغرب عندها كم واحد موجود على التراث العالمي، شوف تاريخك عامل إزاي. أنا ما بقللش من أي دولة طبعا، احترامي للجميع، لكن أنا بغير على بلدي. اوكي، فانا شايفه ان احنا كنا مفروض دي اكتر حاجه موجوده عندنا في العالم، ده مفيش حد بينافسك فيها يا اخي، ده انت عندك كل حاجه من كل العصور بزياده. اوكي، وانت طول الوقت ما مش عيب ان انت يتحط الهرم اللي هو اشهر معلم اثري في العالم يتقال ان هو من اكثر الاماكن احباطا في زيارته؟ وادي الملوك شرح، يعني ده يجوز؟ ده ينفع؟